اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عسلام ومرحبا بكم اليوم كالعادة جيتكم في فيديو جديد اليوم عملت بكم دورة في الكوجينة في المطبخ متاعي اه كما تشوفوا لنا الصباح الحقيقة اليوم هذه الفطور حضرتولي رحمة اه ما تقراش الصباح تقرا العشية قالت ماما تنحضر لك انا القهوه مشات للحانوت وقضات المرشميل وجبت لي الياغورت وقالت لي ماما اليوم رقم قمقوم كما تشوفوا هكا هذيك البسكويتار ولهنا على خاطر القهوه نتاعي ناقصه شويه رميت فيها كعبه المارشميلو هكا هو كملت شربنا قهوتنا ومن بعد في عاده كما قلت لكم من هير اليوم غسلت شويه معون معنديش برشة ما عنديش برشا ما قهوه الصباح هكا وشويه معونات قاعدين صحينات هكا وكملت كملت غسلت بصراحه ما نبدا حاجه معناتها باش نعملها كان من كان منظف نظف متاعي نتاعي ونبدا لافابو عندي نظيف ما فيش معول ما في حتى شيء لا محاله هو المعون دي ما يوفيش ديما فما معول ديما ديما موجود كما تشوفوا لهنا آه كمل معناتها غسلتهم المعول هنا نشكركم على الكومنتات الحلوين نشكركم على التشجيع آه بصراحة نفرح كل حد يدخل لي ويحط لي تعليق ويشاهد حتى شوية من الفيديو لما حالة أنا معناتها كيما تعرفوا معنات القناة متوقف عليها الربح يلزمني نلم الساعات لكن لا علينا يعني ما ما مشكلة إن شاء الله ربي ربي وفقني إن شاء الله ونلمهم الساعات الحقيقة كيما تشوفوا لهنا هكايا انا قاعد نكمل المعونات الكل وبتبيع انا من من الليل مسكته الفريجيدير معناتها خليتها مسكتتها نقولوا احنا ماهيش تخدم باش يذوب الثلج اللي فيها ومع ذلك الحقيقه راهو ماذا باش معناتها خليكم معايا للاخر نوريكم شنو عملت باش نجمت نذوب الثلج وفيسا فيسا هذه استيس تخلي معناتها الثلج فيسا يذوب ولهنا كملت المعونات نتاعي مسحت الرخام مسحت الغاز كيما تعرفوا ديما الغاز نظيف هذو ما لهنا هنا هذه قبل بليله وقت اللي جيت نسكت في الفريجيدير وحبيت نفرغ اللي فيها الكل شوفوا لهنا <applause> ساشيات ساشيات الحقيقة عندي برني حتى في مخي اللي انا باش ننظف نغسل الفريجيدير اش نقول اي باهي خلي تو نجبد خلي كي نجي ننظفها الرجل ولهنا هذه عندي بيزين بالنسبه للناس السقسيه اللي تبعوا فيه هذه البيزين نتاع العيد الكبير والله صدقوني كنت نسيتو <تصفح> مخليته كونجيلي في شكايرات وكنت نسيتو جبت في جبدت الفريجيدير لقيتو هكا هو كما تفرقت هذوك الكل هذي خروب بطبيعة نجيبه من الخروبة متاع أمي الله يذكرها بالخير وفي الصيف نخبيه باش ما يدودش وهذيا لهنا اللي تعرفوا الحكاية هذي والله تموتوا بالضحك هذي يا سيدي أنا شي هي الورق العنب متاع المصريين ومشيت نهار مشيت نهار لجارتي الجارتي نلقى عندها عنبة مشيت نحيت لها الورق نتاعها وجبتهم وجيت على أساس باش نعمل بهم ورق عنب معناتها محشي أنا التوى شهيت ويكا الورق العنب خذيتو او شي يقولوا هو وصمتو وشيحتو نقول احنا سلقتو شويه وشيحتو وحشيتو في الكونجيلاتور عنده تقريبا تو اربع شهور ولا خمسة شهور حسي من وقت لنبي لا <applause> لهنا لاستيس اللي حبيت نقول لكم عليه هي نعبي كسرونه ولا صحفه ولا اي حاجه بالماء بالماء كما تشوفوا هكا ماء مغلي ماء مغلي ونحطها في الفريجيدير حابين نخلي البيب نتاعها محلول لكن انا ما ما حبش يركح البيب ولا هنا بعد ما كسي كملت الماونيت وكملت كل شيء دونك جيت نحيت ال... باش نحي القجوره ونحي الرفوف نتاع الفريجيدير نخليهم على جنب باش ن... نحكها وننظفها بالبيه بالبيه حاصل وهذه تنظيفه تنظيفه عميقه نقول احنا <applause> هكا وفرغت الرفوف الكل وخذيت شويه ماء حطيت فيه شويه خل وشويه دينول وخذيت الحككة هكا و... والله يصدقوني ديما ننظفها اما انا هذه التنظيفه العميقه هذه اول مره يعني مش اول مره معناها انت صار لي برشا ما عملتهاش معناها يعني فهمت شي هكا وقلت المره هذه سيئة رمضان ان شاء الله على بوابه وانا هكا كبشت لي عليها قلت طيب برا خليني نعمل لها تنظيفه عميقه نقولوا احنا شوف كيما عملت شويه خل في الماء وعملت شويه دينول اوكي وقعدت نحط فيها نظف فيها ومن بعد باش ناخذ شويه ماء نظيف ونشال شاء هذيك الفريجيدير كامله هكذا خليكم مع بقيه الفيديو كاو طيب نقعد ننظف الفريجيدير نتاعي آه بطبيعه نحب نشكركم كما قلت لكم في اول الفيديو الناس الكل على الكومنتات على اللايكات وعلى التشجيع وعلى كل شيء وان شاء الله من نفيد فيكم بالفيديوهات اللي نقدم فيهم هكا وهذه هكا روتيني معناتها اليومي في ال في ال في الكوجينه آه من بعديك الحقيقه آه مانيش باش نعمل وصفه لي ما في الفيديو ما فماش وصفه خاطر سايي تعبت على الاخر <applause> مازال بعد ما نكمل الفريجيدير بعد ما نكمل الفريجيدير مازلت باش نغسل معاكم الطبيات نتاع الكوزينه هذوك آه كيما تعرفوا خليتهم بالعاني انا ساي يعني في القاعه باش يهبط عليهم هذيك الماء ونعفس عليهم وكل شيء هنا قاعد تو تشوفوا كيفاش مش نبدا أه هذيك الماء سخون عاوني في في معناتها في الثلج كيفاش يتسرب معناها فهمتوش فهمتي باش تشوفوا لهنا كيفاش معناتها الثلج الكل يتقلع بسهوله ناخذ مغرفه لوح بالطبيعه نردو بالنا ما نعملوش حاجه حاده ولا سكينه ولا حاجه باش نقلعوا بها الثلج أه جيست هكا انا عملت هكا معناتها بالمغرفه اللوح وهو في ساعه طاح ما حيتني قلت لكم عندي برشا ما, ما سكتش البيت الثلج من الفوق الفريجيدير ما سكتهاش حسيت تراكم فيها الثلج برشا هكا وخذيت كما تشوفوا لهنا المغرفه اللوح وانا نعمل كيما هكا رقيق وهو يهبط في ساعة معناتها في ساعة بسهوله كيما تشوفوا ناخذ هذيك الثلج نعبيه باش ما نهبطوش في القاع يولي برشا راهو ثلج معناتها ثلج يديا جندت بالبرد رقيقة لهنا من بعديك بديت نعبي فيه في بالمغرفه اللوح جو. والله نسيت ما لبستش الجواندويت ما نعرفش علاش من الحقيقه انا مانيش متعمده نخدم مانيش متعوده عفوا مانيش متعوده نخدم بهم الجواندويت هيك علاش ما ما جاتنيش البالي ان باش نلبس جواندويت باش نعبي بها الثلج ولا ننظف بها الفريجيدير المهم كيما تشوفوا هكا نعمل هكا ضربتين وضربه الثلج الكل جا في جا يهبط قالب واحد نوريه لكم لهنا شوفوا كيفاش الثلج هذيك قالب خاطرني انا ما حتى نستنيها حتى تذوب يحب لها نهارين باش تذوب كي نصرح فيها هكا بشوي بشوي في ساعه نحا هذيك الثلج كما قلت لكم بالماس وشفتوا هذيك القالب الكبير آه شفتوا هذي القالب الكبير كم قلت لكم راي الوسط معناتها بالماء السخون في ساعة... ساعة, ساعه في ساعه يذوب الثلج كاو معناتها في ساعه في ما بتزش فيها الحقيقه وانا نحك ونعاود نحك ونعاود صدقوني تقول عليش فيها ما فيها حتى وهي ما فيها حتى وهي ما فيها حتى ما نعرفش هكا جاني جاتني الشطاره عليها نحك فيها ونعاود وبعديك كيما تشوفوا لهنا لميت الكل ويا انا ما تضحكوش عليها خاطرني قصيره لما انا بالصيف نتشعبط بالصيف ما وصلت للبيت الثلج هكا كملت نظفتها الكل ومن بعد تعديت عندي كما قلت لكم الطبيات نتاع الكوجينه اغسلتهم راكم تشوفون في اخر في, في اخر الفيديو راني يعني انا معناتها نعرف الناس الكل تعرف تنظف الناس كلها تحرك الناس كلها اما قلتها انا إيه قاعده قاعده خليني نقوم نصور معاكم نتنشط بكم وتتنشطوا معناتها اللي عندها حاجه تقوم تعملها كيما تشوفوا لهنا والله صدقوني معناتها فيسع سا فيسع سا تلمو واحد حيتو يصور الكل تحس في روحك معناتها في الحاجه فيسع تتوفى في يدك ولا كيفيه اما راني تعبت <applause> في الاول وفي الاخر راني تعبت ثانية يعني يع. كاول واحد جهد وجهد توا كملت حكيتها من برا خديت هذوك اللي زينت بهم زين بهم الفريجيدير كم من لصقهم نحيتهم وغسلتهم زيادة كيف كيف هذوك اللي دين انا مخيطتهم راهم ديما نظاف ديما نغسل فيهم معناتها ما نحيتهمش على خاطرهم ما فيهم حد شيء نظاف ديما معناتها برسك كل شهر نحيهم نغسلهم كل جمعتين كل وين تظهر لي هكا وما معنا منظاف معنا فيهم حد شاين ودي ما فيهم حتى شيء وديما يدين الفريجيدير نحبهم ديما نظاف ما نحبش يدين الفريجيدير يقعد فيهم اي حتى شيء هكا كملت نظفتها الكل بعديك بعد ما حكيتها وشللتها درت عليها بالطبقه نتاع الكوجينه حاجه نظفتها الكل ومسحتها ونشفتها كما <applause> تشوفوا كامله حاصلو ومن بعد باش نهذيك البلاستيك نتاعها كما ندخل فيه الحروف هذوك فمشي حاجه شاده فمشي حاجه طايحه كم نظفتها كامله ولهنا من برا كما تشوفوا ونحك نحك تقول فيها والله العظيم في حاجة شي كل يعني كل نهار بعد نهار ريتو حاجه انا نغسل الماعون يدي يدي ديما تنظف كوسوا سوا مسحت الطاوله نتاع الماكله انا نمسح الفريجيدير هيك تبيعه فيه ما نعرفش ولهنا نمسح نمسح من الجناب نمسح من كل شيء كل نحك فما شويه هكا قرطاس القرطاس نتاع كي نحيته قعدت الكل متاعو ما شفتهاش كو كملت هوني توا حكيتها بالحقيقه نظفتها مسحتها نزل. مسحت الجناب الكل نتاعها هكا ولهنا كما العادة قلت لكم راهو ديما يدي في الحاجة لهنا عاد بعد ما كملت غسلت هذيك المعون باش نعاود نغسل الاكسسوار نتاع نفرغ القطر ونعاود نغسل الاكسسوار نتاع الفريجيدير بالطبيعة ملا كهو يلزمو كلو هكاك ما انت كملت تنظف هذيك المناد اللي كمان انشرتهم غادي بعد باش خرجهم للشمس على الحبل يشيحو وكيما تشوفوا لهنا ما نعرفش به الدنيا مضببة لهنا باش نكمل كيما قلت لكم نغسل الاكسسوار ولا نغسل الرفوف نتاع نغسل الرفوف نتاع الفريجيدير باش نحطهم يشيحوا ومن بعد نرجعهم نظيفات هذيك الماء اللي فضل باش نشلل به شالت به الفريجيدير بتبع الثلج مازال عندي في في اللافابو هاكا مازال ما اللي نحيته لان يكون الوحيد اللي نزين به من الفريجيدير من برا حطيت عليه شويه جفال وقلت خليهم <applause> خليهم يتعملوا شوية هكا ما يبيضوا كما رجعت كل حاجة البلاصات هذيك متاع المعون اللي غسلته الأول باش نلقى وين نحط المعون توا ربي شو اسمه الرفوف متاع الفريجيدير فيت شوية جافيل وشوية دينول وأنا من ضيفات جيستنا باش نعدي عليهم معناتها نقول احنا ضربة خفيفة ونرى فيهم واش ما فيهمش انا ما نحبش نستعمل هذيك الغطاء صراحة للفريجيدير نحسه يندي الفريجيدير وي... ما نعرفش انا من... ما يعجبني جربته مرة حسيته يسكر الهواء على الفريجيدير ما يخليهاش تتنفس وكل ما نحبش انا ما نحب صراحه ما حبيتوش هذيك البلاستيك اللي غطيو بهم الرفوف والكل استعملتهم مره ما عجبونيش نحس اندراكي فيه معناتها ما يعجبونيش هكا هو نكمل نغسلهم الكل ون... وننشفهم ومن بعد ارجعهم ولا هناك ما قلت لكم راني باش نغسل الطبيات نتاع الكوزينه حطيتهم في القاع بطبيعة فهم في ال... في الكوجينه صبيت عليهم شويه دينول وشويه ماء ممنوع الجفيل على خاطرهم الوان يلقوا بالجفيل وبالطبيعة بعد هذيك ال الغسيل الماء الكل باش يمشي للبركو معدي أنا عندي صلب نورمالمون من الدار لداخل للبيت البان ولكن انا ما حبيتش بصراحه نعديه البيت البان وعديته للبركون هكا كملت شللتهم ننشرهم في البركون ون ونتعدى نكمل معاكم نسوق الكوجينه ونعدي الماء هكا حسيلو كان نهير كان نهير بعد ما كملت نشرت هذوك كال... ال رجعت للفريجيدير رجعت لها الاكسسوار نتاعها ولهنا عندي هذيك المقارونه الحقيقه عندها عام تويكا عندي خديت كميه كبيره خفت لا لي خليتها في الفريجيدير كما تشوفوا هكا رجعت نظمت كل حاجه في بلاصتها و والفوق لهنا في الفريج في الكونجيلاتور باش نعمل خديت صندوق عبيت فيها لهنا هذه الرف اللوطاني نحط فيه الفلفل والطماطم والسنيريا نحط فيه طبقة بابيك تويستو باش ما يشرب هذيك الدام تاع الفلفل والطماطم وما ما تفسدش جربوا هذيا وتفكروني هكا هو لهنا هذيك خرجت بيبس الجلبان الكل حطيتهم على الفرتشيره خليت كنش الساشيات هذوك توا الصندوق هذا الصغير حطيت فيه شويه شويه الحاجات اللي نستعملهم كل يوم وهذا الصندوق كيف كيف لك حلميت فيه كل شيء نستعملكم قلت لكم كل يوم وهيك ما خليت ماكيكه الفوق هكا كهو لهنا باش نعمل عاده نقعد بعد ما كتعب بذيك الكل باش نعمل عشويتي ونقعد قاعده اخذيت شويه فريز قطعتهم ونظفتهم باش نحطهم في الروبو ضفت عليهم غرفتين سكر وشويه عطرشيه وشويه ماء هكا وركزتهم مع بعضهم وثبت كويس جيم تاع فريز نودكم ومنشاهيكم وكان هذا فيديو نتاع اليوم اي بتبي عملت مع كعبه جريوش <applause> وباش طلع مال السكر ونطلعوا التعب اللي عملناه الكل وكعبه جريوش وكعبه شوكولاته فاضلين عندي من الشوكولاته اللي عملتها المره اللي فاتت ونودكم ومنشاهيكم وفي فيديو قادم وبسلامه